ومعنا مشاهدينا في هذه اللحظات معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة. إذن معاليك، ماذا تقول في هذا اليوم الحزين لرحيل قائد أخلص لوطنه وشعبه؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا اللي نقوله أولا وقبل كل شيء. حقيقة الشيخ خليفة بن زايد غفر الله له وارحمه خدم هذا الوطن بإخلاص على مدى أكثر من 50 عام. تعزيتنا حقيقة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وإلى أسرة آل نهيان الكريمة وإلى أنجال الفقيد، وتعازينا أيضا موصولة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وقيادة الإمارات وعلى رأسها حكام الإمارات وأولياء عهود الإمارات، كما حقيقة نعزي أنفسنا ونعزي كل بيت إماراتي، لأن هذا الفقيد الكبير هو والدنا جميعا وقائدنا جميعا ورئيسنا جميعا، وهو فقيد الإمارات الكبير. أقول أيضا أن الشيخ خليفة رحمه الله استلم وطن بأهمية ونجاح وحجم دولة الإمارات في 2004 من شخص تاريخي مؤسس هذا الوطن الشيخ زايد بن سلطان الله يرحمه، وأكمل هذه المسيرة بكل أمانة وبكل إخلاص وبكل وطنية، كما أنه وضع بصماته الخاصة في الفترة هذه، فترة 18 عام التي تولى فيها رئاسة دولة الاتحاد، وكانت بصماته حقيقة كبيرة عززت من هذه المسيرة وعززت من موقع دولة الإمارات وعززت من تجربة التنمية ومن الاستقرار ومن الازدهار الذي نعيشه. وتمثلت هذه البصمات في جوانب عديدة، من الجوانب المهمة هي استكمال مسيرة الخير والازدهار الداخلي، والشيخ خليفة كان له بصمات واضحة أيضا من خلال العديد من البرامج التنموية والاجتماعية والصحية وما إلى ذلك التي عمت كل الإمارات. في تقديري أيضا على الصعيد السياسي تجربة التمكين وتجربة الانتخابات، والتي يعني تمت 4 انتخابات إلى الآن منذ خطاب التمكين في 2005، أيضا عززت دولة المؤسسات والمشاركة السياسية، وهي من البصمات التي ساهم فيها الشيخ خليفة، وكانت له رؤية وتوجه واضح يبقى معنا ويعزز تجربة دولة الإمارات. إذا رأينا اليوم من 2004 من وفاة الشيخ زايد الله يرحمه واليوم في 2022، نجد أن الإمارات أكثر قوة وأكثر قدرة واقتصادها أكبر، ونموذجها حقيقة التنموي والاجتماعي يعني أكثر تألقا من خلال المساهمات على مسيرة الخير التي تمت. فلا شك بأن الحكم على فترة الشيخ خليفة بن زايد، واليوم جاءنا النبأ الصاعق بوفاته، يمكن قد يكون يعني مو بوقته ويحتاج بعض الوقت، لكن نقدر نقول بأن فترة الشيخ خليفة بن زايد هي فترة الاستمرارية وتعزيز المسيرة، وتمت هذه الفترة بكل أمانة. أيضا لابد من أن أؤكد أن هذه الاستمرارية مستمرة، وسنراها أيضا في من خلال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد حفظه الله. فهذه المسيرة المباركة الكريمة الناجحة المتميزة مسيرة مستمرة، ولا شك بأن الشيخ خليفة
يعني أثر هذه المسيرة بعطاء، أثر هذه المسيرة بعمله على أكثر من 50 عام حقيقة في الشأن الوطني، وأثر هذه المسيرة أيضا ببصمات الخاصة ورؤية الخاصة. نعم معاليك، كنت قريبا من المغفور له الشيخ خليفة بن زايد، كيف تصف الشخصية الإنسانية للمغفور له الشيخ خليفة؟ طبعا أولا لا أدعي أني كنت قريب منه، لكني في بعض المواقف والملفات كان لي شرف العمل تحت توجيهه سواء المباشر أو غير المباشر، فرأيت حقيقة وهذا جانب مهم، رأيت شخصية رحمه الله أول ما يعني أول كلمة ترد لي هي شخصية يعني لا تحب دائرة الضوء، تعمل بهدوء، شخصية جدا متواضعة منظمة، لا تجد أن يعني أنه مكثر في الكلام، هو مستمع أكثر مما هو متحدث، في نفس الوقت يأخذ الآراء ويغربلها قبل ما يعني يأتي بحكم عليها. كان كبير شديد الاعتماد أيضا على ولي عهده الشيخ محمد بن زايد ويثق به ثقة مطلقة. في تجربتي الخاصة تعاملت معه في ملف الانتخابات وكان مطلع على الخطوات التنفيذية التي اتخذناها لتوجيهه نحو تعزيز المشاركة السياسية، وبارك هذه الخطوات، وكان يرى فيها حقيقة أن تنفيذ لرؤية رائدة مهمة جدا في استباق حقيقة لأهمية تعزيز المشاركة السياسية. فتعاملي معه حقيقة في هذه الفترة وجدت فيه شخصية دامسة للغاية، يسأل عن التفاصيل، يطرح هذه التساؤلات، يستمع مرة ثانية أقول لك أكثر مما يتحدث. نعم. كما كان لي تجربة أيضا معه في بعض المهمات الخارجية سواء على مستوى مجلس التعاون أو في بعض الزيارات الرسمية وزيارات الدولة الخارجية، وترى حقيقة أن الشيخ خليفة كان مهتم حقيقة بالشؤون الدولية، يسأل يطلع، ولكنه كان دائما أيضا من الأشخاص الذين يرون أهمية الاستقرار. ففي العديد من المناقشات التي كانت تدور في كواليس مجلس التعاون على سبيل المثال كان دائما حرصه هو على وحدة الكلمة، على أن الشمل يجب أن يكون ملتئم، كان هذا حرصه دائما حقيقة، وهو جزء من شخصيته، مسألة الوفاقية هذه، مسألة لم الشمل، مسألة وحدة الكلمة، هذه كانت جزء من اللي نراه في هذه الشخصية حقيقة الجليلة والمهيبة التي نفتقدها اليوم ونترحم عليها في كل منزل في الإمارات من أقصاها إلى أقصاها. معاليك، المواطن الإماراتي اليوم يفتقد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، كيف نجح المغفور له في دعم المبادرات التي تلبي احتياج المواطن الإماراتي والارتقاء بمعيشته؟ على أكثر من مستوى في تقديري. أولا يجب أن لا ننسى بأن الشيخ خليفة وبحكم ترأسه للمجلس التنفيذي في إمارة أبوظبي كان عنده اطلاع وخبرة كبيرة على الشأن الداخلي وعلى آليات عمل الشأن الداخلي، وهذه خبرة حقيقة اكتسبها ووظفها فيما بعد في يعني سواء في موقعه كولي عهد لإمارة أبوظبي أو فيما بعد كرئيس لدولة الإمارات. الشق الثاني طبعا أنه كان عنده اهتمام كبير حقيقة
بمستوى معيشة المواطن، ومستوى معيشة المواطن في تقديري أنا في المصطلح الأشمل، يعني من صحة وتعليم وغير، ويرى ذلك حقيقة من خلال مجلس المفتوح والذي يرتاد العديدين، وخلق آليات. الشيخ خليفة كان شخص منظم ويحب العمل المؤسسي، فخلق آليات اللي هي تمثلت أيضا في مبادرات رئيس الدولة، وكانت سند ورافد حقيقة للجهد التنموي الاتحادي والمحلي الذي يتم. وهذه المبادرة اللي هي مشروع مبادرات رئيس الدولة والأمور التي كان يتابعها الشيخ خليفة شخصيا أو يتابعها من خلال الشيخ منصور بن زايد وآخرون، هذه طبعا بصماتها موجودة في كل مرة، من مستشفيات إلى مدارس إلى مشاريع اجتماعية إسكانية وغير، إلى مشاريع بنية وتنمية. في تقديري هذه أيضا يعني من بصمات الشيخ خليفة التي نلاحظ أيضا فيها استمرارية مع والده، اللي هو مسألة الاهتمام بالمستوى المعيشي للمواطن وبمعناها الأشمل بما في ذلك البنية التحتية وما إلى ذلك. فلا شك مثل ما ذكرت أنت، إذا نضيف إلى ذلك يعني الأيادي البيضاء اللي امتدت حقيقة للعالم العربي والإسلامي في العديد من المشاريع لإغاثة ومساعدة ودعم العديد من الدول التي هي أقل حظا من الإمارات، الشيخ خليفة هو يعني نسل أسرة كريمة، وأنا ابن زعيم تاريخي وشخصية أيضا بذاته شخصية خيرة نفتقدها كثيرا. ولا يخفى عليك أيضا أن الشيخ خليفة في فترة مرضه كان هناك تفاعل كبير من كافة مواطني الإمارات مع كل صورة تظهر، فالعلاقة هذه اللي أقدر أسميها علاقة أسرية وعائلية بين كل مواطن إماراتي مع رئيس الدولة، وهو يتابع هذه الصور ولا يتابع بعض الجولات التي تظهر أحيانا على وسائل التواصل الاجتماعي. في تقديري كانت أكبر إشارة إلى أن اللي فقدناها اليوم هو ليس فقط رئيس لدولة الإمارات، بل هو رئيس، بل هو أب لأسرة وشخصية تعني لنا الكثير في كل بيت إماراتي. الله يغفر له ويرحمه، وإنا إليه وإنا إليه راجعون. اللهم آمين. معاليك، كما تحدثت وكما يعلم الجميع بأن الراحل الشيخ خليفة بن زايد هو خير انعكاس لصورة المغفور له الشيخ زايد، كيف استمد الشيخ خليفة عناوين الحكم الرشيد من الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد طيب الله ثراه، وكيف أرسى نموذج ذاته مع العلاقة مع أبنائه، مع أبناء شعبه؟ يعني إذا تحسبها الشيخ خليفة تولى أول موقع رسمي وهو في 18 من عمره في سنة 66، وبعد 38 عام أصبح رئيس لدولة الإمارات. فعندك فترة من 66 إلى 2004 عمل الشيخ خليفة كولي العهد الأمين لوالده، وكان هو بمثابة يعني المرافق الدائم لوالده، بالإضافة إلى المنفذ لسياسات والده، وخاصة من خلال ترأسه لمجموعة من المؤسسات المهمة في دولة الإمارات. كان هو ولي العهد في إمارة أبوظبي، كان هو رئيس الأجهزة الاستثمارية والبترولية اللي موجودة والمشرف عليها، كان هو رئيس المجلس التنفيذي. فهي حقيقة يعني فترة تدريب وتشبع ومتابعة مطولة. فبلا شك أن الشيخ خليفة غير عن العلاقة اللي تربط الابن بوالده، أيضا هناك العلاقة اللي هي المؤسسية اللي موجودة من خلال المهام الموكلة وما إلى ذلك.
وكانت ثقة شيخ زايد كما نسمع حقيقة من المطلعين على العلاقة بين الوالد وابنه مطلقة في الشيخ خليفة، وولاء الابن لوالده أيضا كان ولاء مطلق، وهذه العلاقة حقيقة كانت علاقة يعني في غاية الإيجابية، وهي كانت في الوقت نفسه بمثابة التدريب سواء على مستوى الشخصي وعلى مستوى مجلس الشيخ زايد. ولا شك بأن العديد من الأحاديث الشخصية التي تدور بينهم كأب وابن، وأيضا كرئيس دولة وابنه وولي عهد، هذه الأشياء في تقديري حملها الشيخ خليفة معاه في 2004 عندما يعني تبوأ موقع رئيس دولة الإمارات. فبالتالي هذا اللي أنا بديت في حديثي، بأن عهد الشيخ خليفة هو حقيقة كان عهد الاستمرارية وعهد التعزيز لمسيرة دولة الإمارات المباركة. واليوم حقيقة ونحن يعني نترحم على صاحب سمو الشيخ خليفة بن زايد، ونسأل له المغفرة، ونعزي أسرته، ونعزي قيادة الإمارات. أيضا لابد من أن نقول بأن كلنا ثقة حقيقة في مسيرة دولة الإمارات وفي استقرار دولة الإمارات وفي طريق الازدهار والتنمية اللي هو أمامنا. فنحن حقيقة في موقع قوي وموقع جيد وموقع إيجابي، والحمد لله هذه مسيرة الخير مستمرة، ويعني عزائنا في الشيخ خليفة بن زايد هو في استمرارية القيادة واستمرارية النهج واستمرارية مسيرة الخير التي نعيشها. لا شك في ذلك معاليك، يعني لعل أبرز ملامح فترة حكم المغفور له الشيخ خليفة بن زايد هي العطاء والإنسانية. كيف نجح المغفور له في تعميق مفاهيم الإنسانية والتسامح والمحبة في المجتمع من عام زايد إلى عام الخير وعام التسامح وغيرها من المبادرات؟ كيف انعكست هذه المبادرات على مجتمع دولة الإمارات؟ في تقديري عندك عدة أشياء. يعني أولاً عندك جانب اللي هو جانب النهج والإرث اللي هو يحكم يعني سيرة ومسيرة الأسر الحاكمة في الإمارات وعلى رأسها أسرة آل نهيان الكريمة. فهذا حقيقة النهج وإرث وجزء من يعني جزء من التصور الأسرة لدورها ولنفسها وللوطن. ففي تقديري أنا أن هذه مدرسة، هي مدرسة زايد، وهذه المدرسة هي مدرسة خليفة، وهي مدرسة مستمرة تحت الشيخ محمد بن زايد، لأن هي نهج وأرض وما إلى ذلك. من ناحية ثانية في تقديري أن أيضا هذه ارتبطت بشخصية المغفور له الشيخ خليفة بن زايد نفسه. فكما ذكرت كان رجل الله يرحمه محب للخير، لا يحب العمل في دائرة الضوء بسبب طبيعته المتواضعة، بسبب حب حقيقة للعمل والإنجاز دون البهرجة المحيطة بهذا العمل. ففي تقديري أيضا هذه كانت من خصال الشخصية، وخاصة فيما يتعلق بالعديد من برامج الإغاثة الخارجية وبرامج التنمية الداخلية والازدهار الداخلي الذي ارتبط شخصيا باسمه. ففي تقديري ارتبط هذه الجانبين، جانب المنهج والنهج والأرض بالجانب الشخصي، وهذا مو بغريب حقيقة على حكامنا. فهذه جزء من التربية وهي جزء من مفهومهم لدور الحاكم ودور الأسر الحاكمة وعلاقة الأسر الحاكمة بمواطنيها وبالمقيمين على هذه الأرض الطيبة. فهذا الجانب ما ينخاف عليه حقيقة،
هذا الجانب ما ينخاف عليه، لأن نحن أولا عندنا تقاليد عريقة في هذا الجانب، وبالإضافة إلى هذا عندنا قادة أيضا أكرام مرتبطين ومتصلين بهذه التقاليد. شكرا لك معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، وأحسن الله عزانا وعزاكم في مغفور له الشيخ خليفة بن زايد.